بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أيها الحفل الكريم، أيها الضيوف الكرام، نرحب بكم أحسن ترحيب، ونقول بداية الحمد لله الذي وهبنا شرف العلم وشرف المكان، شرف العلم حيث ظهر من الفلسطينيين ما هم أقوى العلماء في الجامعات الأوروبية والأمريكية، وكذلك شرف المكان شرف وجود الأقصى والقيامة في القدس الشريف. فنحمد الله على هذه الهبة، ولذلك نقول ونحيي هذا الجمهور الكريم. وقال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا استفهام استنكاري، فالذين يعلمون هم المفضلين في هذه الحياة. ثم قال في مكان آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكانت أول كلمة هي اقرأ، سواء في الكتاب أو في كتاب التوراة والإنجيل، فكانت كلمة في البدء كانت الكلمة، والكلمة تعني القراءة. فيعني هذه أمور حث عليها ربنا سبحانه وتعالى وطلب منا أن نتبعها. فأهني أولياء الأمور، أهنئهم من أعماق قلبي لأني جربت هذا المشوار الطويل خلال 42 عام من التدريس في الجامعات على شتى الوطن العربي وفي أمريكا. فأهني أولياء الأمور لنجاح أبنائهم وبناتهم، ونتمنى لهم الجامعات أن يتخرجوا منها بأعلى المراتب ويخدموا هذا الوطن الذي ضحى من أجله شبابنا وأسرانا، وسقط منه الشهداء من أجل أن يرتفع العلم الفلسطيني. كما أنني أشكر أعضاء هيئة التدريس على ما بذلوه من جهد ليل نهار من أجل رفع مستوى هذه المدرسة التي تخرجت منها. تخرجت من هذه المدرسة في عام 63، وبدأت فيها من 54، فهذه المدرسة لها فضل كبير علينا، وما زالت تعطي، وما زال العطاء وافر بفضل جهود معلميها ومعلماتها، فالشكر موصول لهم. كما أنني في هذا المقام لابد أن أوجه الكلمة لأبنائنا الخريجين الذين هم على أعتاب المرحلة الجامعية، ونبارك لهم أولاً ونقول لهم: عليكم ألا تقارنوا الماضي بالحاضر، فالماضي يختلف عن الحاضر، فماضينا يختلف عن حاضرنا، فالحاضر أنتم تصنعونه. وكما قال أحد الحكماء في وصيته لأبنائه، قال: ابني لولدك بناءً، والبناء لا يكون بالمال ولا بالعمارات، وإنما بالعلم وبإنجاز خدمة هذا الوطن. فتوصياتي للخريجين في المرحلة الجامعية هو عدم مقارنة المال بالعلم، فلا يقارن المال بالعلم. والله هذه الوظيفة بتجيب لي أكثر من إلى أتعلم، فالمال إذا قارناه مع العلم لا يوجد وجه مقارنة أو مشابهة. المال يقتلك أحياناً، كما قتل المتنبي في وبقيت أشعاره وحكمه على مر العصور. فالحكمة تبقى دائماً موجودة، والعلم موجود. ووصى أحد الحكماء أبنائه إذ قال له: يا بني، المال يسرق وينهب ويتقاتل عليه الناس، لكن العلم يحرسك أينما ذهبت، فالعلم يحرسك. فأنت احرص على العلم أولاً، يأتيك المال ثانياً وبقدر ما تعرف. هنا أيضاً أقول للطلبة: عليكم بالتخطيط، التخطيط الجيد
حدد الهدف ثم نفذ ما تريد. الرغبة أولاً، لا تكن هذا الموضوع أو هذا الموضوع، ابحث في نفسك ماذا رغبتك. هل رغبتي أدرس الطب، الهندسة، العلوم، آداب، كلها علوم، ولكن الأصل فيها النجاح والمثابرة والتخطيط، والبحث العلمي هو الذي يقدم الأمم. فعليكم أيها الطلبة أن تتوكوا إلى البحث وليس إلى قضية الشهادة، فالشهادة هي قطعة ورق يعطيها الدائرة أو أعضاء هيئة التدريس، لكن تبقى كلمة البحث العلمي هي التي تقدم الأمم. فاتخذوا من النقاش والحوار سبيلاً لكم فيها حياة جامعية. لا تقبل بأن يفرض عليك رأي أو تقول هذا ممتاز أو هذا غير ممتاز. ناقش وحكم عقلك أولاً وتقبل الرأي الآخر، فقبول الرأي الآخر هو الذي يقدمنا إن شاء الله ويحقق أهدافنا. فمن أجل الوصول إلى الحقيقة العلمية. وأخيراً أقول التقدير والاحترام لشهدائنا الأبرار وللأسرى، لهم الفرج القريب إن شاء الله، كما أحيي من بنى هذا الصرح المرحوم حميد البرغوثي، بناه من أجل هذا البلد، فبالتالي له الرحمة. وكذلك نشكر القائمين على النادي الذي تأسس في عام 1072 على يد خيرة شبابه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورنا الغالي يعطيك العافية، خليك معنا على المنصة. حاج أبو إبراهيم السيد رئيس المجلس، الأخ أبو علي مدير المدرسة، أخت مديرة المدرسة، خلينا نكرم دكتورنا الغالي الدكتور عبد الهادي البرغوثي. تفضلوا. هاتي علي.